أول شيء من اليوم الأول للإضراب من الساعة الأولى لحد اليوم المحامين منعوا من قبل سلطات الاحتلال أنهم يزوروا الأسرى ولا حد قدر يشوف أي حدا من المضربين. وبالنسبة للمناضل مروان برغوثي لم يستطع أحد أن يلتقي، ولكن الأخبار من داخل السجون تحدثت عن صحته بأنه يعني هناك صعوبة في موضوع الضغط والسكري، ولكنه رفض أن يتعاطى مع هذا الموضوع. إرادته قوية وصلبة وما زال مؤمن بحتمية نصر الأسرى في أنهم يحصلوا مطالبهم ويحققوا كرامتهم. هذه فعاليات وطنية، مؤسسات وطنية والفعاليات الشعبية والاتحادات واللجنة الوطنية لمساندة الأسرى، كلهم يعني بيعملوا في فعاليات ستكون في تصاعد، يوم بعد يوم ستكون في تصاعد كبير، ولكن في يوم 3/5 راح يكون مسيرة بيوم الحرية والكرامة، راح تكون حشود كبيرة من شعبنا الفلسطيني تأتي إلى رام الله من كل أنحاء فلسطين حتى تؤكد على دعمها وحمايتها للأسرى والمعتقلين. الموضوع مش مرتبط بالزيارة، الموضوع مرتبط بأنه حالياً الأسرى بيكونوا كملوا 16 يوم في داخل في الإضراب، وأنه طلعت يعني المواعيد ما بتمشي إلا بيوم الأربعاء نص أسبوع، لأنه في أيام العطل صعب وفي أيام في يوم 1 أيار عطلة عمال، ولذلك يعني اليوم جاء بالصدفة.